مساء الخير. طبعا الولايات المتحدة تأمل أن لا تصل إلى الأسوأ. الأسوأ في هذه الحالة يكون توسيع رقعة المواجهة العسكرية لتشمل مناطق أكثر لإضعاف قدرات الحوثيين بشكل أكبر. أما بخصوص المعابر البحرية الأخرى فهذه موجودة، وأعتقد أنه بعض الشركات الشحن الأوروبية بدأت تستخدمها أصلا منذ اندلاع هذه الأزمة، ولكن تكلفة هذه الممرات هي تكلفة نسبيا أعلى من البحر الأحمر نفسه، لذلك أعتقد أن شركات الشحن تفضل أن تمر عبر مضيق باب المندب وعبر قناة السويس، لأنه ذلك يوفر على شركات الشحن أموالا كثيرة ويؤدي إلى خفض نعم، سعر البضائع. نحن نعرف أن الولايات المتحدة وأوروبا تعاني من مشكلة التضخم بشكل عام. خصوصا بأن يعني اليوم انتقلت أيضا إلى النفط مما سيؤثر أيضا على التضخم العالمي. اسمح لي إلى أن أذكر بأن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت بأنها ضبطت أسلحة تقليدية إيرانية فتاكة كانت في طريقها للحوثيين في اليمن في 11 من يناير، وأشار البيان إلى أن الأسلحة الإيرانية التي ضبطت قرب سواحل الصومال في بحر العرب تتضمن مكونات للصواريخ الباليستية متوسطة المدى وصواريخ كروز مضادة للسفن مثل التي استخدمت في الهجمات في البحر الأحمر. يعني اليوم الولايات المتحدة لا تنتظر هذه الأدلة لتعرف بأن إيران هي التي تدرب وتعطي الحوثي الأسلحة. بالفترة الماضية كان هناك تخفيض العقوبات على إيران وتسهيل لمرور بضائعها إن كان للصين أو لجهات أخرى. هل ممكن أن تذهب الولايات المتحدة إلى ضغط جديد اقتصادي على إيران بسبب ما تفعله في البحر الأحمر؟ طبعا هذا يحتاج إلى قرار سياسي من إدارة الرئيس بايدن، ولكن الانقسام بين المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية واضح، ويمكن أن نراه جليا في البيانات الصادرة عن الجهتين. نقرأ بيانا صادرا مثلا عن الخارجية أو البيت الأبيض، يكون البيان يتحدث عن خفض التصعيد وعن يعني الدبلوماسية والمسايرة وما إلى هنالك. نقرأ بيانات صادرة عن القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي على سبيل المثال، يعني يتضح أن هناك نوع من الغضب العسكري ضد هذه التحركات، وهناك نعم، قناعة عسكرية أن هذه لا يمكن حصرها في منطقة أو منطقتين، وأن المواجهة ستتوسع حتما ما لم تتحرك الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لا تريد حرب وإيران لا تريد حرب، موقفين واضحين. هل ممكن يعني بعد توجيه الرسائل أن يذهب الطرفان نحو دبلوماسية القنوات الخلفية وإعادة تفعيلها من جديد؟ الدبلوماسية لم تنقطع، ولكن إيران لا تلتزم حتى عندما يعني تقطع وعودا دبلوماسية، وهناك اعتقاد خصوصا لدى المؤسسة العسكرية الأمريكية أن الدبلوماسية لا تعمل إن لم يتم إقرانها بتهديد واضح باستعمال القوة. هذا يبدو أنه لا يحصل حاليا من قبل هذه الإدارة الأمريكية، ولذلك أنا أشرت إلى انقسام بين ما هو سياسي وما هو عسكري حاليا في العاصمة الأمريكية. شكرا لك حسين عبد الحسين، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حدثنا من واشنطن.